أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أطبخ مع أمو. النهاردة هنعمل مع بعض الفول بالبيض على الطريقة المصرية الأصلية. بنحتاج فول بنهرسه، ممكن نهرسه بالشوكة أو بهراسة البطاطس. بنحط معلقة زبدة أو حوالي 3 معلق زيت، بنستنى لما الزبدة تسيح، بنحط بعد كده طماطمية مقطعة وفلفل حامي مقطع صغير. بنهدي النار، بنحط ملح وفلفل اسود ونص كوباية مية وبنقلبه وبنسيبه يستوي حوالي 10 دقايق. بعد 10 دقايق بنرفع النار لحرارة متوسطة وبنبتدي نكسر البيض واحدة واحدة في بولة، وبنعمل حفر في الفول وبنحط البيضة. ما تكسروش البيضة مباشرة في الفول عشان ما يتكسرش الصفار. بنعمل نفس الحكاية، بنحط كمية البيض اللي احنا عايزينها. انا هنا استعملت 4 بيضات. بنسيبه يستوي وهو مش متغطي لمدة 3 دقايق. بعد كده بنغطيه لمدة 15-30 ثانية، ولو عايزين البيض مستوي كويس، الصفار يبقى مستوي كويس يبقى جامد، ممكن تسيبوه فترة أطول متغطي. بنحاول نقلبه من عند الأطراف عشان ما تنشفش بشويش عشان البيض ما يتكسرش، وبنحط ملح وفلفل اسود على الوش وبنطفي النار. بنقدمه مع ممكن نحط على وشه فلفل رومي مقطع او فلفل حامي، او نحط بصل اخضر مقطع صغير. وبالهنا والشفا. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب، ولو عندكم أي مقترحات ياريت تكتبوها في التعليقات تحت الفيديو. وأشوفكم في وصفة جديدة. باي.